شو القصة يا سلامة؟ هي؟ كل العطلة العيال جالسين قدام التلفزيون وألعاب الفيديو، مو بشذي يرتاحون من الدراسة. أذكرك يا سلامة، الأطفال والمراهقين يحتاجون 60 دقيقة يومياً من النشاط الحركي اللي يتراوح بين المعتدل الشدة مثل المشي السريع والسباحة الخفيفة والعالي الشدة مثل الجري وكرة القدم والدراجات الهوائية. أكيد مع مراعاة الأنشطة اللي تناسب عمرهم ووزنهم. هناك مشكلة عالمية هي أن أكثر من 80% من المراهقين غير نشطين بدنياً بشكل كافي. وهالكلام مو من عندي، إنما من منظمة الصحة العالمية. وعند البالغين قلة الحركة يزيد خطر الوفاة بين 20-30% مقارنة بالناشطين. وفي العطلة يا سلامة عندك وايد أماكن للعيال يمارسون النشاطات البدنية، ودورك يكون النشاط البدني جزء من روتينهم اليومي وترافقينهم وتشجعينهم لو احتاج الأمر، خاصة في أول أيام العطلة. أما إذا كنتم بتسافرون إجازة فالمشي والسباحة لازم يكونون من الأولويات. صحيح الرياضة مطلوبة للأطفال والمراهقين، لكن المثل الأعلى في هذا المجال لازم يكونون الأهل. وعساكم دوم صحة وسعادة.